ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. السلام عليكم. Welcome back to my channel. Hope you all are doing well. So today I will be reacting to Sherif Mostafa Surah Al-Muddathir, Heart Melting Voice Soothing Quran Recitation. A lot of you have been recommending me to react to Sherif Mostafa, and this is my first time reacting to him. But yeah, I've seen a lot of people asking me to listen to him, so that means he must be very good. So let's just start right now. Bismillah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر
كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. Oh, mashallah. Wow, I'm so amazed by his voice. This really touched my heart. It's very powerful message. He can recite Quran like so smooth and so relaxing, but he can also do it so powerfully, like he can do both. SubhanAllah. So it's really amazing. This verse, I would just put it here. It really hit me hard. It just reminds us how important prayer is. Feeding the needy, you know, giving to charity. So this is a great reminder. Thank you to everyone who recommended me to listen to him. And comment down below who else you would like me to listen to. Assalamu alaikum.